ونقول ما شاء الله تبارك الله، اليوم سمعت صوت صغار في هذا المبيض، احتمال انه فقص الروز. ما شاء الله تبارك الله، شيك ونعطيكم النتيجة. من شفت النثي انا واقف على الباب وتعض الظل اللي حولها، اعرف انه فقص الروز. نشيك ونعطيكم خبر. مرحبا مليون بخلطة ولد الشرقية. والله شوف هذه الخلطة اللي استخدمناها على الروز، ان شاء الله نوريكم النتيجة الان. ما شاء الله تبارك الله، شوف هناك هذا الفرخ تفقيس الروز، المشكلة انها تعض. هذا اول فرخ لها ما شاء الله تبارك الله، باقي البيضة الثانية. هذه الخلطة اللي استخدمناها حق الروز وحق الكناري، ما شاء الله بنشوف صحته الان. الكناري هنا نشوف ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، هذا بعد استخدام الخلطة، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. فقط اول ما يفقص نعطي بيض وتفاح ونوقف الخلطة يا ابو الشباب بعد الانتاج. شوف ما شاء الله تبارك الله، هذه صحة الكناري بعد استخدام الخلطة، ممتازة جدا حق زيادة الخصوبة. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. هذه مقطع الحمر الخلطة،